نعم واضح؟ ليبحث في معادلة المستوي. اليوم أنا مطلوب مني أعين معادلة المستوي في الواقع طلاب لإيجاد معادلة المستوي عندي 3 حالات. بالحالي العامي لإيجاد معادلة المستوي يلزموني شغلتين، ناظم ونقطة. في الحالي العامي لإيجاد معادلة مستوي يلزمني نقطة وناظم. مو أنا قبل على زمان المستوي الإحداثي عند اللي يقول بدي معادلة مستقيم أقول يلزمني نقطة وميل. اليوم أنا على زمان الفضاء لإيجاد معادلة المستوي يلزمني نقطة وناظم. انظر، إيجاد معادلة المستوي، أقول لإيجاد معادلة المستوي نميز الحالات الثلاث التالي. لاحظ إيجاد معادلة مستوي أنا أمام 3 حالات. الحالة الأولى معادلة مستوى يمر بنقطة ويعامد متجها معلوما. أريد معادلة المستوي المار بالنقطة M صفر، نعم، والذي يعامد المتجه N. طلاب هذا المتجه N اللي عم يعامده المستوي أشو هذا بالنسبة للمستوي؟ ناظم. أحسنتم، نعم. أريد المستوي طبعا طوله لا نهاية وعرضه لا نهاية، أريد معادلة المستوي المار بالنقطة M صفر وناظمه أو يعامد المتجه N. أقول ليكن لدي المستوي P، ليكن مستوي P الموضح هنا المار بالنقطة M صفر التي إحداثياتها طبعا عيني أنا بس إني لفظت هاللفظ كلمة معادلي معناته أنا عم بشتغل على المستوي، أنا مرتبط بجملة مقارنة راح أحكي عن إكسات ووايات وزدات. ليكن المستوي P المار بالنقطة M صفر التي إحداثياتها X صفر Y صفر Z صفر والعمودي على المتجه، يعني ناظمه المتجه. أنا عندما أقول عمودي على المتجه أقصد بذلك ناظمه المتجه N الذي مركباته A B C. عندئذ طلاب معادلة هذا المستوي من الشكل عينه يمر بالنقطة M صفر إحداثيات X صفر Y صفر Z صفر ناظمه المتجه N مركبات A B C. معادلة المستوي من الشكل A B الـ X ناقص X صفر زاد الـ P بـ Y ناقص Y صفر زاد الـ C بـ Z ناقص Z صفر عيني راح يكون الاعتماد أولا وأخيرا على هذا الشكل. لاحظ معادلة المستوي المار بالنقطة M صفر التي إحداثياتها X صفر Y صفر Z صفر وناظمه أو عمودي على المتجه الذي مركباته A B C هي A ب X ناقص X صفر زاد ال P ب Y ناقص Y صفر زاد ال C ب Z ناقص Z صفر يساوي الصفر. لاحظ أنا بالبداية قلت لإيجاد معادلة مستوي يلزمني نقطة وناظم، هاي النقطة حدث X صفر Y صفر Z صفر والناظم مركبات A B C هذا الشكل واحد. انظر إلى الملاحظة تقول من الشكل واحد إذا فكيت الأقواس وسميت الثوابت عدد نعم أحصل على الشكل. إذا بفك الأقواس وحساب قيم الثوابت العددية أحصل على الشكل. لاحظ يعني AX زائد BY زائد CZ X صفر والY صفر والZ صفر هي أعداد والA والB والC أعداد، AX صفر عدد البY صفر عدد CZ صفر عدد جمعهن وطرحهن هو عدد راح أرمز له بالرمز D. أقول بفك الأقواس وحساب قيم الثوابت العددية بفك الأقواس وحساب قيم الثوابت العددية أحصل على الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي الصفر وهو الشكل 2. بفك الأقواس من المعادلة 1 وحساب قيم الثوابت العددية أحصل على الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي الصفر. إذا طلاب الحالة الأولى لإيجاد معادلة مستوي، معادلة مستوي يمر بنقطة ويعامد متجها معلوما. أنا بس إني قلت المستوي يعامد المتجه معناته هذا المتجه ناظم. أقول ليكن مستوي P المار بالنقطة M صفر التي إحداثياتها
x صفر y صفر z صفر، وعمودي على المتجهين الذي مركبات a b c. المعادلة هي a ب x ناقص x صفر زاد ال b ب y ناقص y صفر زاد ال c ب z ناقص z صفر يساوي صفر. ال x صفر y صفر z صفر احداثيات النقطة a b c مركبات النظم. فك الأقواس واحسب قيم الثوابت العددية تحصل على الشكل a x زائد b y زائد c z زائد d يساوي الصفر. النتيجة طلاب المعادلة AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي الصفر هي معادلة مستوي ناظمه N الذي مركباته ABC. انظر إلى النتيجة. نقول النتيجة كل معادلة من الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي الصفر. كل معادلة من الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي صفر هي معادلة مستوى P ناظمه المتجه N الذي مركباته A, B, C. نعم، وبالعكس كل شعاع مركباته A, B, C في الفضاء هو ناظم لمستوى معادلة AX زائد BY زائد CZ زائد D. شايفين شلون؟ أي معادلة من هذا الشكل هي معادلة مستوى ناظمه الذي مركبات A, B, C. يعني مركبات النظم هي الأمثال، إكسات النظم أمثال إكسات، ويات النظم أمثال الويات، زدات النظم أمثال الزدات. يعني مركبات النظم A, B, C. وأقول معادلة المستوى المار بالنقطة أم صفر التي إحداثياتها X صفر Y صفر Z صفر وناظمه المتجه N الذي مركبات A, B, C هي المعادلة A بX ناقص X صفر زائد B بY ناقص Y صفر زائد C بZ ناقص Z صفر يساوي الصفر. مثلاً إذا قال لك اكتب معادلة المستوى المار بالنقطة A التي إحداثياتها 1, 2, 1 و ناظمه الشعاع N الذي مركباته 2 4 ناقص 2. طلاب عم يقول لك اكتب معادلة المستوى المار بالنقطة A التي إحداثياتها ناقص 1 2 فاصل 1 ومركباته 2 4 ناقص 2. الحل لإيجاد معادلة مستوى يلزمني نقطة وناظم. النقطة مين هي؟ عينوا لي إياها طلاب. من النقطة؟ ناقص واحد. اثنين واحد. ممتاز. إذا النقطة هي A ناقص واحد اثنين واحد. احسب حسابك هاي X صفر وهاي Y صفر وهاي Z صفر. والناظم معطى بشكل صريح 2 4 ناقص 2 يعني هو A B C. أقول وعوض بالشكل A ب X ناقص X صفر زاد B ب Y ناقص Y صفر زاد السي بزد ناقص زد صفر يساوي الصفر. عوض اثنين بإكس ناقص ناقص واحد إكس زائد واحد زائد أربعة بواي ناقص اثنين ناقص اثنين بزد ناقص واحد يساوي صفر. إذن اثنين بإكس زائد واحد زائد أربعة بواي ناقص اثنين ناقص اثنين بزد ناقص واحد. دخل على القوس اثنين إكس زائد 4y ناقص 2z بيجي على القيم العددية زائد 2 وناقص 8 ناقص 6 وناقص 2 ناقص 4 فيكون مستوى P P نقطتين الذي معادلته 2x زائد 4y ناقص 2z ناقص 4 يساوي الصفر.